السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير فينما كنتوا في هذا العالم. سعيدة بلقياكم اليوم، وكنتمنى أول حاجة أنكم في أتم الصحة والعافية، وكنشكركم أولا على جميع التعليق ديالكم الطيبة وعلى التشجيعات ديالكم اللي صراحة تشجعوني واللي كتخليني تدفع بي إلى الأمام، يعني نعطي أكثر وأكثر في هذا القناة. اليوم فقط بغيت نخبركم بواحد الامر عنده علاقه بالسلسله الجديده، سلسله تعلم المحادثه اللي كنا شرعنا فيها، بدينا فيها، وصلنا فيها الفيديو الخامس، واللي صراحه كنت فيها انا بعدا شخصيا جد متحمسه، لان بغيت نطبق فيها التصور ديالي تاع تعلم اللغه الفرنسيه، ونبدا بها بشكل تدريجي مع الناس اللي فعلا باغيين يتعلموا اللغه الفرنسيه ويتعلموا انهم يفكروا بالفرنسيه من الصفر، يعني من البدايه حتى الاخير، حتى المستوى الاحتراف. اليوم كنتفاجئ البارح واليوم. البارح جاني واحد الايميل من اليوتيوب، المفاد ديالو هو ان الفيديو رقم 3 يمكن ورقم 3 هو محتوى للاطفال. فلهذا الا كنتو لاحظتوا غتكونوا دخلتوا الفيديو غتلقاو ان راه ما بقاش خاصيه التعاليق، ما بقيتوش تستطيعوا انكم تضيفوا التعاليق ديالكم. اكثر من ذلك، فالناس اللي عندهم شويه معرفه على الفيديوهات المخصصه للاطفال، ف كتولي حتى النوتيفيكاسيون، يعني نوتيفيكاسيون يعني الاشعار ما كيجيكمش الا حطيت واحد الفيديو، بالاضافه انكم ما كتقدروش تحطوا التعاليق، وكتعرفوا جيدا كنا كنعرفوا ان التعاليق كترفع من اليوتيوب، يعني من الفيديو عفوا، من اقتراح الفيديو لما كنقدم مع الفيديو. علاش كنطلب منكم انا تحطوا التعاليق، ولا كاع الناس اللي كيستعملوا اليوتيوب كيطلبوا منكم انكم تحطوا التعاليق، عفوا ديروا التعاليق وتضغطوا على الاعجاب، فقط لانه باش داك الفيديو يتم اقتراحه من طرف اليوتيوب على مجموعه كبيره من المستعملين والمشاهدين. دونك فاش كيولي عندك فيديو مخصص للاطفال، محتوى مخصص للاطفال، فكتحرم من هاد الخاصيه هذه. ثاني حاجه كتحرم حتى من لا مونيتيزاسيون، يعني داك القدر المالي اللي كتربح في الفيديو كيقلل، يعني بصراحه. ثالث حاجه هو انه ما كيبقاش اليوتيوب كيقترح هذاك الفيديو ديالك على الناس، يعني كيولي فقط يقترح على الناس الاطفال، على الاطفال، يعني لان عارفين مزيان ان يوتيوب عنده واحد الالغوريتمات ديالو كيمكنوه انه يعرف مثلا لي دوني ديالك، مثلا انت دخلتي بالجمال النهار الاول بواحد لاج، فكيعرض لك احصائيات شحال الناس كيتفرجوا في الاطفال هذا الى اخره، فهو كيولي يقترح هذيك الفيديوهات للاطفال فقط، ما كيقترحهمش للمستعملين اللي هما اصلا مثلا اللي فعلا محتاجين يتعلموا مثلا اللغه الفرنسيه. يعني هاد السلسله غادي للاسف غتاكل العصا من واحد الناحيه، لان يعني بالنسبه لي، لان كنقوم بها في مجهود كبير صراحه، لان كتطلب مني وقت كبير، وكنجلس عليها، وبعض المرات كنسهر عليها الليل باش كنصاوب واحد الفيديو اللي يليق بكم ويستطع انه ان شاء الله يساعدكم انكم تتعلموا اللغه الفرنسيه. اكثر من ذلك، حتى الا شفتوا، حيت انا حريصه جدا على احترام قوانين اليوتيوب، لان اليوتيوب ما كترحمش، فهذوك الصور اللي كنستعمل هي صور كلها كنشريها، يعني عندي واحد لابليكاسيون كنشريها وكنخلصها بالشهر وبالاورو، باش كنستطع ناخذ منها صور اللي انا خلصتهم، يعني ما كنديرش صور، لان هذوك الصور اللي ما كيكونش عليهم حقوق الطبع كيكونوا قلال، وما كيكونوش عندهم علاقه، صعيب انك تلقاي صوره عندها علاقه بداكشي انت اللي بغيتي، وممكنش تاخدي اي صوره الا كانت عليها حقوق الطبع. لهذا انا واخده اون ابليكاسيون كنخلصها باش كنستطع ناخذ من هذوك الصور اللي كتشوفوها في الفيديو. اليوم عاوتاني في الصباح جاني ان اوتر ايميل، الوغ انا درت واحد لو ريكور، درت ان ابل ان ريكور اليوتيوب، قلت لهم كونكو راه انا ما فهمتش علاش هاد الفيديو هادي مخصصه، هي محتوى الاطفال، لان ما فيهاش شي حاجه كتدل على انها مخصصه للاطفال.
وهنا انا كنطلب من الناس اللي كيتشاهدوني الا كان شي حد كيفهم مزيان في اليوتيوب، يعني اللي عنده درايه بهاد لا لوا ديال كوبا، هاد القانون ديال كوبا اللي كيحمي الاطفال، فالا عنده شي فكره يفسر لي، يعني يشوف الفيديو ديالي رقم 3 ورقم 4 وحتى الفيديو الاخير، ويعطيني فكره شنو الامور اللي خلات اليوتيوب، الا كان عندكم فكره شنو الامور اللي خلات اليوتيوب ان تحكم على ان هذاك الفيديو مخصص للاطفال. كيجيني اليوم ايميل اخر، بريد اخر من عندهم، كيقول لي ان حتى الرقم فيديو رقم 4 حتى هو مخصص للاطفال. فنفس الوقت في نفس قاموا بانهم حذفوا التعاليق الى اخره، واكثر من ذلك قالوا ان الى تكرر الامر مره اخرى فممكن ان تعرض القناه لمتابعه او للي عفوا لمتابعه، قالوها بحال هكذا، او للي الاغلاق كلي الاغلاق الكلي. هما هكذاك دايرين، خصوصا انهم مثلا مع القنوات الصغرى بحال قناتي انا صغيره، ماشي قناه من القنوات الكبرى، يعني راه ما كيتسهلوش مع القنوات الصغرى. القنوات الكبرى كي لانها عندها مشاهدات كبيره، عندها الملايين المشاهدات، فما كيوقعش مشكل معاهم. بينما القنوات الصغرى بحالي انا وهذا واللي قل مني، فاحنا ما كيتسهلوش معنا بتاتا، ولو ان المحتوى عندنا هو هذاك جيد، ولو اننا ما حناش كنديروا شي حاجه اللي مخالفه للقوانين او لا اللي تعرض الاطفال لشي خطر ولا هذا، زعما صراحه، لان انا ما عرفتش شنو اللي خلاهم فعلا يقولوا ان هذا الفيديو راه مخصص للاطفال. لهذا انا حاجه اللي درتها اوتوماتيكمون، الفيديو الاخير رقم 5 حولت له الخاصيه ديالو ودرته للاطفال، ولو انني عارفه انه ساحرم من عدد امتيازات عده غنتحرم منه. دونك انا عندي حلين، يعني واما وحتى اليوتيوب فاش راسلتها عاودت نفس الكلام، يعني رحنا توصلنا بالرساله ديالك، ولكن كنقول لك ان من بعد ما درنا واحد الاناليز معمقه لهذا الفيديو ديالك، ففعلا هو محتوى ديال الاطفال. بون انا عندي جوج الحلول، واما نتوقف على سلسله ديال التعلم، هذا التعلم المحادثه، يعني نتوقف على وضع الله ما عرفتش، يعني نتوقف عليها كليا، يعني نرجع للطريقه ديالي القديمه. وهنا كنت انا صراحه اعمل بطريقه زعما اللي ما كانش فيها كاع مشاكل، ممكن بجهد اقل، لان السبوره الفوت هذا حلو سهل، حلو سهل بالنسبه لي، او لا انني نولي نوضع هاد الفيديوهات ندير خاصيه للاطفال، يعني ندير انها للاطفال من الاول، ولو انني ساحرم من مميزات عديده ولا من امتيازات عديده، غادي نحيد، غادي نصدق دايراهم يعني حتى نرضيكم. انا ما عرفتش حتى واش هاد السلسله بعدا واش هل تنال اعجابكم، واش نتوما راضين عليها، واش عجبكم، لان حتى في عدد الاعجابات كيقل، حتى التفاعل لاحظت انه كيقل من فيديو الى اخر، لان شيء طبيعي، ما عادش نكونوا ما نكذبوش على بعضنا. اللي كيخلي صانع المحتوى يصنع اكثر ويخدم اكثر او يكمل في واحد المشوار هو تفاعل الناس معه، هذا اللي كاين. يعني ما عادش جميع القنوات ولو القنوات اللي تحصد الملايين ديال المشاهدات واللي عندها الملايين ديال المشتركين، فهما كذلك يطلبوا من ان يكون تفاعل، وكيطلبوا من انهم يتوضع اعجابات، وكيطلبوا كذلك من انه الناس تشترك في القنوات ديالهم. وللاسف هذوك الناس اللي هما يبيعون الكلام، فهذوك الناس صراحه عندهم متابعين ديالهم، الله يوفقهم، انا صراحه الله يعاونهم، الله يوفقهم، يعني وما كيوقعش لهم مشاكل صراحه مع اليوتيوب، لان كيف ما قلت عندهم قنوات كبيره جدا، واليوتيوب ماشي من صالحها انها توقفهم. الناس اللي كتقدم محتوى جيد ومحتوى علمي ولا محتوى هذا، فهنا اللي كيوقع لها مشاكل. دونك انا والله انا في حيره من امري، انا ديجا عندي واحد الفيديو ديجا مصوبها، غادي نوضعها اليوم باذن الله، وغنوضعها بخاصيه الاطفال، يعني حتى انني ما نحطش راسي ولا نحط القناه في خطر، لان هذا راه كيبقى مجهود ديال سنتين، وانا عندي طموح، الطموح ديالي هو ان بغيت هذه القناه توصل مليون واكثر، بغيتها توصل مليون اكثر، لانني كنشوف فيها انها تستحق انها توصل مليون واكثر،
وماشي باش تغلق ماشي باش تغلق، ولو ان راه الا تغلقات راه كاينين ممكن اننا نديرو قناه اخرى الى اخره، ولكن هذه قناه انا بالنسبه ليا كنحبها كنحبها لانه واحد المنتوج بنيته بشويه بشويه درجه درجه حجره حجره حتى وصل الى ما وصل اليه، ونتمنى انه يوصل الى اكثر من ذلك. وما نبغيش مثلا خطا اللي هو ماشي خطا، انا بالنسبه لي حتى الا كان سبب الاغلاق يكون سبب اغلاق عنده قواعده، يعني مثلا ما احترمتش حقوق الطبع، هذه انا امر لا ما كنسهلش فيه انا مع نفسي، انا كتبت اسمي هذيك سرقه، يعني العمل اللي ديالي اولا شي حاجه راه كتكون ديالي، العمل ديال خديته من شي حاجه فيجب ان اشتريها ولا بلاش. بالنسبه دونك الا كان المشكل غادي يكون سبب الاغلاق مشكل بحال هذا اللي انا ما عرفتش شنو هو السبب ديالو، فلا داعي انني نحط راسي حتى في هذاك المشكل، يعني ما لا داعي انني نحط راسي في هذا الوضعيه هذا ولا في هذا الحاله هذه. لهذا انا الناس اللي كيفهموا مزيان في اليوتيوب، الا كان بين المشاهدين الناس اللي كتفهم مزيان في اليوتيوب، فرجاء غير اكتبوا لي في تعليق شنو حسب يعني الرؤيه ديالكم ولا في نظركم شنو السبب اللي خلى اليوتيوب ان تحكم على ان هذوك الفيديوهات الاخيره هي فيديوهات مخصصه للاطفال، خصوصا الفيديو رقم 3 والفيديو رقم 4. انا ما خليتهمش في الفيديو رقم 5 انهم يديروا الاناليز لان خفت توقع شي حاجه، دونك حولت ليها الخاصيه ديالها. هذا اللي كاين، غنحاول دونك انا كنتسنى انا كنستشر معكم، لان كتبقى القناه حتى هي نتوما اللي خليتوها تكبر، كبرات بكم ماشي انا اللي كبرتها، انا كنوضع فيها محتوى ولكن نتوما الفضل لكم ان داك المحتوى بدا كيتزاد وبدا كيكثر وبدا كيكبر، وان القناه حتى هي كتكبر ونتمنوها تكبر اكثر واكثر. فلهذا انا دائما كنقول لكم ما تنساوش ديروا واحد الاعجاب والواحد الاعجاب، ولما لا، لان عدد كبير، انا قلت لكم راه 60% من الناس اللي كيشاهدوا الفيديوهات ديالي غير مشتركين. تخيلوا معي ان 60% من الناس اللي كتشاهد الفيديوهات ديالي غير مشتركين، وغير فقط 40% ولا كذا 40 اللي مشتركه في القناه. لهذا انا كنتسنى الرد ديالكم، شنو رايكم في هاد النقطه هذه، شنو خصني ندير، لانني فعلا ما عارفش اش غادي ندير، واش نكمل واش نحبس واش ندير الامور بطريقه اخرى، واش عندكم شي اقتراحات نصائح الى اخره. وهذا ما كان، شكرا لكم بزاف، ونتمنى كذلك انني كنساعدكم وانكم كتبعوا التعليمات ديالي كذلك باش تعلموا اللغه الفرنسيه، وحتى هاد التعليمات اللي كنعطيكم راه ممكن تساعدكم في تعلم اي لغه، يعني ماشي فقط اللغه الفرنسيه، جميع اللغات. ولا دونك هذا الشيء اللي كاين، شكرا لكم بزاف، وسمحوا لي طولت عليكم، ونتسنى الرد ديالكم في التعليق، وشكرا بزاف، واعانكم الله. السلام عليكم ورحمه الله.